وبشأن حادث روضة الإرهابي، قال الطيب إن الرصاص الذي حصد أرواح المصلين في بئر العبد حرب على الله ورسوله، مؤكدا أن منفذ الحادث كان لديهم من الخصة والوضاعة ما يفوق التصور. فقد كان حادث مسجد الروضة بشعا شنيعا، وكان تنفيذه من الوضاعة والخسة والدناءة غير متصور ولا متوقع صدوره، لا من الإنسان ولا من الوحش في الغابات. وهذا الرصاص الذي حصد أرواح المصلين في المسجد هو في المقام الأول حرب على الله ورسوله، وتحد له سبحانه في عقر بيت من بيوته. وإن كنتم أهلنا في بئر العبد قد روعتم وفزعتم، فاذكروا أن تاريخ هؤلاء الخوارج معروف في ترويع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإغارة عليهم وتكفيرهم عليا وقتلهم إياه بعدما خذلوه وانشقوا عليه. ونحن سيادة الرئيس إذ نعزيكم ونعزي شعبنا الصامد في شهدائنا الأبرار، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنهم فسيح جناته، ويربط على قلوب أهليهم وذويهم، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين والجرحى والمكلومين.